يعني بشأن موسم الأضاحي، يعني عادة الوزارة بتجري استعدادات فمن قبل بموسم، من قبل وقت طويل من بدء الموسم. الكميات فيما يتعلق بالكميات تم إدخال معظمها الآن وجاري إدخال المزيد. من المتوقع طبعا أن تكون أموره مماثلة للعام الماضي، يعني تم استهلاك حوالي 17,000 رأس عجل العام الماضي وحوالي 22,000 رأس من الأغنام. من المتوقع أن يكون يعني استهلاك هذا العام هو قريب أو يزيد يعني عن هذه الكميات، لكن ما نؤكد أن معظم الكميات تم إدخالها وجاري طبعا إدخال كميات أخرى وفق الأنظمة الحجرية المرتبطة بإتمام الفحوصات وسحب عينات الدم والتأكد مخبريا من سلامتها. إلى جانب ذلك طبعا هناك لجان مرتبطة ومهيئة وطبعا تعمل في إطار تهيئة المسالح والمذابح لعيد لاستقبال عيد الأضحى المبارك. أيضا خلال أيام العيد يعني يكون هناك أطباء بيطريين يتابعون مسألة الذبح وتداول اللحوم. إخوة وزارة الاقتصاد يتابعون عملهم بمسألة تحديد الأسعار، وهي الجهة المختصة بمسألة تحديد الأسعار. لكن أنا أقول لك يعني من مبكر، يعني لا زال قدامنا قرابة الشهر، وبالتالي الأمر يعني ما أقل، يعني هناك يعني لدينا أيام، نتحدث عن أيام وأسابيع، وبالتالي سيكون هناك الأمور أوضح مرتبط بالقدرة الشرائية لدى المواطن، مدى إقبال الجمعيات الخيرية، بمدى القوة التنافسية، وبالتالي هذا الأمر سيتم تحديده من قبل الإخوة في الجهات المختصة ووزارة الاقتصاد. تمام.